اهلا بحضراتكم مره ثانيه. فقره حواريه مهمه جدا جدا هنتطرق ليها لعدد من المباريات سواء السابقه بالنسبه للنادي الاهلي او المقبله واللي هي الاهم بكل تاكيد بالنسبه للفريق سواء على الصعيد المحلي او حتى الصعيد الافريقي. عشان كده بيشرفنا وينورنا في هذه اللحظات الاستاذ محمود شاكر المحلل الرياضي المميز جدا واللي هيكون ليه مستقبل مميز كمان في التحليل الرياضي. يا حوده منورنا. ربنا يخليك يا امير، مبسوط اني اكيد معاك ومع محمد سعيد ومع سعيد، ومبسوط اكيد على شاشه قناه نادي الاهلي، وكل سنه طيبين ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله. انت طيب ومنورنا يا حوده. كمان بينورنا وشرفنا صديقي العزيز و الصحفي والناقد الرياضي المميز الاستاذ سعيد علي. يا سعيد نور الدنيا. اهلا بك يا امير، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت محمد. رمضان كريم عليكم وعلى كل جمهور قناه الاهلي، وان شاء الله يبقى موسم جميل كالعاده وتبقى زي ما تعودنا امير مع بعض وشنا حلو على الاهلي، وان شاء الله يكون في لقب ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ما يعني نستفيض في الحديث خليني اقول لحضراتكم خبر عاجل ومهم جدا تم الاعلان عنه منذ لحظات من قبل رابطه الانديه المحترفه المصريه، وهو خاص بتاجيل مباراتين للنادي الاهلي، وقرار اكثر من رائع ومميز. ايه هما المباراتين؟ رابطة الأندية المحترفة قررت تأجيل مباراتي النادي الأهلي أمام إيسترن كومباني اللي كان مقرر ليها يوم 12/4 اللي هو يوم الثلاثاء اللي جاي، وأيضا مباراة إنبي ضد الأهلي اللي كان مقرر ليها يوم 19/4 في الأسبوع الخامس عشر. قرار مهم ومميز جدا في ظل ضغط المباريات لممثل مصر في أفريقيا وهو النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتالي إيه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ الأهلي هيلعب بكرة بإذن الله تعالى مع المصري البورسعيدي، يكون موفق ياخد 3 نقاط ويتفرغ تماما لمواجهتي الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت والجمعة بإذن الله تعالى. وده اللي كنا بنتكلم فيه شوية أنا وزميلي محمد سعيد. في نفس الإطار برضو رابطة الأندية المحترفة برضو قررت تأجيل ماتشين بالنسبة لنادي المصري البورسعيدي ممثل مصر في الكونفدرالية الأفريقية. كان عنده ماتش مع الإسماعيلي يوم 13/4 في الأسبوع الـ 14 تم تأجيله، والمصري كمان كان عنده ماتش ضد البنك الأهلي يوم 20/4 في الأسبوع الـ 15 وتم تأجيله. فبالتالي قرارات مميزة يا محمد، وكان لابد منها في الحقيقة في ظل الماتشات الصعبة للفرقتين. كنا لسه بنتكلم في القرارات دي من شويه وقلنا تكافؤ الفرص وفي مساحه زمنيه ما بين كل مباراه والتانيه. مثلا المصري مريح من ساعه ما رجع من مازيمبي، هيلعب لسه بكره مع الاهلي. الاهلي لما رجع بعد نهايه البطوله الافريقيه لعب ماتش الاتحاد السكندري، يلعب ماتش المصري. نفس الامر مع بيراميدز لما رجع من الكونفدراليه لعب كذا ماتش قبل الزمالك. الزمالك كان مريح بقاله اكتر من حوالي اسبوع. فتكافؤ الفرص ده يعني الرابطه شافت ان لا، الفرقتين او الثلاث فرق اللي بيمثلوا مصر في دوري الابطال او الكونفدراليه الفتره اللي جايه محتاجين مساحه وقت، لان كمان الرجاء المغربي ما عندوش ماتش بعد يوم السبت. صحيح. عنده ماتش يوم السبت في الدوري بالزبط. وهيفضل اجازه مريح ما عندوش ماتشات لغايه لما يلعب الاهلي يوم السبت اللي بعده. عايز اعرف تعليقكم على هذه القرارات، قرارات رابطه الانديه واهميتها بالنسبه للثلاث انديه، لان التاجيل ده مش للاهلي بس يا جماعه، التاجيل ده للاهلي والبيراميدز والمصري. الاهلي بس، لكن هي الناس هتركز على الاهلي يعني، عشان كده ايه بنقول التاجيل للثلاث انديه. الرابطه قالت التاجيل للثلاث انديه في انتظار نتائجهم بعد كده عشان يشوفوا المواعيد المباريات المؤجله في المرحله اللي جايه. صحيح. طيب خليني نبتدي نقول حتى لو الاهلي بس يا امير، احنا في مصر حاليا او زي ما انت قلت الاهلي ممثل مصر امام فرصه تاريخيه لتحقيق انجاز غير مسبوق. على مدار 100 سنه كوره واكتر مفيش فريق قاري قدر يحقق 3 بطولات متتاليه غير ريال مدريد. النهارده النادي الاهلي على موعد وفرصه عظيمه جدا جدا انه يحقق الريكورد ده. فدي فرصه زي ما انت قلت تهم دوله وتهم بلد وتهم شعب قبل ما تهم نادي بعينه. فحتى لو كان الامر يخص الاهلي وحده فهو شيء منطقي جدا جدا جدا، خاصه لما تضيف لده ان النادي الاهلي كان ضحيه طوال وقت او وقت طويل جدا لمنتخب مصر. استخدام لاعبي النادي الاهلي في توقيت صعب جدا، النادي الاهلي لم يتاخر ولم يتوانى ابدا عن المنتخب المصري رغم انه كان عنده حدث مهم جدا كاس العالم للانديه. فبالتالي النادي الاهلي يمكن الهزه اللي حصلت في المستوى بعض الشيء في الفتره الاخيره كانت نتاج ان لاعبي المنتخب او الاعمده الرئيسيه عنده ارهقت بشكل لم يحدث في اي مكان في العالم. مستحيل لعيبه تلعب بالشكل ده، بتلعب نهائي امم افريقيا وبعد 24 ساعه بتلعب بطوله بحجم كاس العالم للانديه، وقبليها كاس العرب برضه فبالتالي كل المعطيات اللي حواليك بتقول ان ده امر منطقي جدا. يمكن انا كنت النهارده في التلفزيون المصري الصبح سئلت عن امكانيه التاجيل، قلت متوقع جدا جدا ان ده لازم يحصل. اتمنى كمان ان يكون في قرار بفتح الملعب
والجمهور الساعه الكامله للجمهور، لان فعلا زي ما الرابطه ادركت حقيقي ان النادي الاهلي مقبل على حدث عظيم جدا جدا، لازم كمان اتحاد الكره يدرك ده والمسؤولين ان شاء الله باذن الله، ونشوف الملعب مفتوح لان فعليا الحدث يستحق هذا الامر، وباذن الله نشوف النادي الاهلي موفق والنادي المصري ايضا ان شاء الله باذن الله. محمود تعليقك ايه على القرار؟ يعني في كلام كتير جدا كان على مستوى النادي الاهلي اخر فتره، لازم نقول ان المردود الفني بيتاثر بشكل كبير جدا بسبب الاجهاد، الاجهاد البدني بيأثر بشكل كبير جدا على بينقسم الى جزئين، الجزء اللي هو الاجهاد الذهني والجزء الثاني اللي هو الاجهاد العضلي، الاجهاد العضلي، الاجهاد الذهني بيأثر على قرارات اللعيبه في جوه الملعب خصوصا في الثلث الاخير، تلاقي اللعيب مثلا بدل ما يعمل لونج باس او ممكن يلعب شورت باس تلاقي اللعيب بيشوط بتهور كبير جدا، بتلاقي اللعيبه في قراراتها جوه الملعب احيانا كتيره جدا بتتاثر بسبب الضغط واللود اللي بيبقى موجود على اللعيبه، والاجهاد العضلي بيتاثر برده بسبب الاجهاد البدني، نشوف الفايبرز بتاعت الالياف العضليه بتاعت اللعيبه، بنشوف ان الاسترتش بتاع الالياف العضليه ما بيبقاش موجود، فتلاقي اللعيب اللي عنده ريكفري تلاقي الشورت سبرنت بتاعه اسرع، بتلاقي الجامب بتاعه اقوى، فده كله بيأثر على مردود الفني للنادي الاهلي، ولكن طبعا قرار مهم جدا، قرار يعني كان لازم يتاخد من فتره كبيره جدا، اللي بالظبط زي ما قلنا تكافؤ الفرص، والنادي الاهلي يعني مفيش فريق تعرض لكم الضغط الهائل من المباريات دي زي النادي الاهلي، النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيلعب في كل بطوله لحد اخر مباراه، النادي الاهلي بقاله 3 سنين هو الوحيد اللي بيوصل بيلعب كاس سوبر، بيلعب دوري ابطال افريقيا لغايه دلوقتي الحمد لله في الموسم الثالث وصل لدور الثمانيه وان شاء الله يكمل، فما فيش فريق في الدنيا لعيبته بتتعرض لكميه الاجهاد دي زي لعيبه النادي الاهلي، والنادي الاهلي دفع ضريبه الكلام ده كتير جدا بخساره لعيبه مهمه كتيره جدا في النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر خصوصا بعد التاجيلات دي ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يقدر يعوض الفتره المردود الفني اللي ما كانش على افضل حال اخر فتره، ولكن زي ما قلنا اهم حاجه الثلاث نقط واهم حاجه الوصول لدور الثمانيه، فان شاء الله التوفيق النادي الاهلي ان شاء الله خصوصا مباراه يوم السبت. تمام سعيد، قرار زي ده ممكن يغير من حسابات موسيماني في مباراه بكره، اكيد كان في حساباته ان عنده ماتش تاني في الدوري المصري مع ايسترن كومباني، فبالتالي هل ممكن قرارات معينه كان بصدد تنفيذها هو بكره في مباراه المصري تتغير بعد قرار التاجيل ده؟ في الحقيقه يا امير احنا لما نيجي نتكلم عن فكره التدوير في تشكيل داخل النادي الاهلي واراحه بعض العناصر، انا لما اجي ابص بشوف ان حتى التشكيل البديل هو تشكيل اساسي، يعني انا النهارده لما افكر انك هتدفع بحسين الشحات لاعب اساسي، فهو حسين الشحات بالاساس ونجم كبير جدا واحد من اهم الاسباب في انك بتحقق اخر بطولتين، لما تشوف ان هيلعب هيعود علي معلول التشكيل بكره، فعلي معلول بالاساس لاعب اساسي، فانا بشوف في النهايه ان التدوير داخل النادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي مش تغيير كبير، وده الفارق اللي قدر او قدرت اداره النادي الاهلي تحققه في السنوات الاخيره، يمكن البنيان اللي حصل بانك كل موسم بتدعم بصفقات لا تقل عن اللي موجوده وصلك لمرحله انك لما بتستخدم بديل فيعني ما تشعرش بفرق كبير، وخلينا اقول ان النادي الاهلي حقيقي فريق منظومه مش فريق افراد، يعني النادي الاهلي فعليا ما عندوش اللاعب اللي بيصنع او اللاعب اللي عنده الفوارق الكتيره حوالين بينه وبين المجموعه حواليه، النادي الاهلي بيعتمد اكتر على الشكل الجماعي، على التكتيك، على فكر المدرب، فبالتالي انا بشوف الفوارق محدوده جدا، يمكن احمد عبد القادر في الفتره الاخيره بيتميز بانه بيعمل النوعيه دي او الحته اللي فيها افكار ابتكار بيضيف للفرقه، بس في النهايه النادي الاهلي انا بشوفه شغل جماعي، فبالتالي ما بيتاثرش ابدا، بشوف انه موسيماني هيظل بيعمل على اهدافه اللي بيركز فيها، المرحلة دي أنت بتلعب في ضغط مكثف، فهدفك الأول أنت بتحافظ على الصدارة، في نفس الوقت أنت بتجرب أفكار بتواجه من خلالها الخصم اللي جاي الغرب الدول المغربي، في نفس الوقت أنت بتجهز العناصر اللي ناقصها بعض الأمور زي بيرسي تاو مثلا، أنا بشوف إن موسيماني مازال مصر على إنه لاعب هيكون ليه وأنا بأيده جدا جدا، هيكون ليه أدوار فعالة جدا في مراحل الحسم، وهيظهر قد ايه هو فعلا قيمه واضافه كبيره مش بس النادي الاهلي للدوري المصري، فاعتقد ان موسيماني مستمر في العمل على الاهداف هي بالظبط رغم قرار التاجيل. طيب محمود عايز اسالك على بيرسي تاو، وكويس ان سعيد فتح موضوع بيرسي تاو، وانت من الناس اللي مهتم جدا بفكره السكاوتنج، والسكاوتنج يعني بيتكلم على ارقام، بيتكلم على امكانيات لاعب على المستوى الرقمي وادائه مع فريقه سواء في البطوله المحليه او في البطوله الافريقيه. امتى يبقى المدير الفني بيبقى ليه دور ان يهتم بالتفاصيل الصغيره عشان يقدر يرجع ممكن يكون اهم لاعب عنده في الفرقه في الفتره اللي جايه؟
خلينا نتفق ان بيرسي تو انت جايب لعيب من الدوري الانجليزي، انت مش جايب لعيب من افريقيا او جايب لعيب من تونس ولا من المغرب ولا لعيب افريقي مثلا عامل اداء كويس في دوري ابطال، انت جايب لعيب من الدوري الانجليزي بريمير ليج، جايب لعيب طبعا جايب لعيب كبير جدا. بيرسي تو نقدر نقول ان هو كان بدايته مع النادي الاهلي كانت قويه جدا جدا، ولكن تاثر بشكل كبير بعد الاصابه، ممكن مستواه مش زي الاول، ولكن هنا بقى بنشوف ايمان المدير الفني باللعيب اللي هو ان الراجل ده اتمرن معاه كتير جدا، كان معاه في سان داونز، كان معاه في جنوب افريقيا في منتخب جنوب افريقيا لما كان موسيماني ماسك مدرب مساعد هناك، وهو عارف امكانياته. حتى احنا كمان لو نفتكر الناس اللي بتقطع في بيرسي تاو، احنا لو شفنا مباراه مصر وجنوب افريقيا بيرسي تاو تقريبا كان بيلعب الشناوي لوحده في استاد القاهره، الراجل كان بيلعب منتخب مصر كلها لوحده. ولكن شفنا احنا المباراه اللي فاتت، شفنا هنستمر في الحديث عن بيرسي تاو، بس خلينا ناخد مداخله سريعه مهمه جدا يا محمود من المغرب مع الاستاذ عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي. يا استاذ عبد الاله اهلا بيك، منورنا ومشرفنا وكل سنه وانت طيب. تحية ليك استاذ ورمضان كريم لمشاهدي قناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الله اكبر، الله اكبر، اهلا بيك. في البدايه طبعا عايزين نتكلم على استعدادات الرجاء المغربي لمواجهتي النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وكيف يستعد الفريق لهذه المباريات الهامه في البطوله. الاستعدادات الحاليه هي استعدادات سعيديه، لان عندنا مباريات الكاس يوم الاربعاء ان شاء الله، تاهلنا لثمن نهائي كاس العرش، ويوم الاحد عندنا مقابله ديال الكاس ان شاء الله، بعدها غتكون هناك استعدادات خاصه للمقابلات الثانيه ان شاء الله. اكيد. طيب الى اي مدى قدر رشيد الطوسي يقدر يعمل تغيير في شكل واداء فريق الرجاء بعد الفتره اللي كان متولي فيها المدير الفني البلجيكي فريق الرجاء في الفتره الاخيره؟ بنشوف يمكن في انتصارات في الفتره الاخيره، بنشوف الرجاء بيتصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا، فالى اي مدى جماهير الرجاويه او الرجاء العالمي كما يطلق عليه في المغرب قدر رشيد الطوسي يعمل حاله استقرار او هدوء نسبي داخل بعثه او داخل يعني جدران نادي الرجاء؟ رشيد توصيفه هو ابن الدار، لانه سبق له تدريب نادي الرجاء الرياضي. رشيد توصي يعرف جيدا عقليه الجماهير واللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي. بطبيعه الحال الهويه ديال نادي الرجاء الرياضي مع رشيد توصي، فالحمد لله بدينا بشويه كما كنقولوا ان ولات المتعه ولات الفرجه. كاين هناك سباق في الدوري على بعد ثلاث نقاط على متصدر نادي الوداد. في رسبه الابطال فاحنا كنا متصدرين مع رشيد توصي المجموعات، فكنظن بان رشيد توصي اللبنات ديالو والتكتيك ديالو بدا كيتماشى مع العقليه ديال اللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي. اكيد. تمام. طيب عايز برضو اسال حضرتك عن موعد وصول بعثه الرجاء المغربي للقاهره عشان يبتدي استعداداته الاخيره لمباراه الاهلي الاولى هنا في مصر. ان شاء الله الوصول لمصر ان شاء الله يكون يوم الاربعاء الساعه 8 صباحا باذن الله، عن طريق رحله خاصه من مدينه الدار البيضاء الى القاهره. هل في اي غيابات في صفوف الفريق؟ هل في اي مثلا عناصر مشكوك في مشاركتها في مباراه الذهاب تحديدا؟ والغيابات اللي كاينه، كاين غيابين، كاين غياب سبب اصابه اللاعب زكريا الوردي اللي كنتمناو ليه الشفاء بعد اجراء العمليه الجراحيه، كاين غياب انضباطي بسبب التوقيف ديال اللاعب محمد ماهيري اللي غيكون غائب على مقابله الذهاب في القاهره، وكنتمناو ان شاء الله العوده ديالو في مقابله الاياب. باقي المجموعه فهي متكامله بما فيها عوده الحارس المتعلق الميتي. اكيد. طيب سؤال بقى متعلق بالحضور الجماهيري، وعايز اعرف راي حضرتك في الجزئيه دي بس من جانبين. الجانب الاول، بعثه الرجاء لما تيجي للقاهره ان شاء الله، لما تصل للقاهره، هل هيكون على متن الطائره الخاصه في عدد من الجماهير هتيجي مع بعثه الرجاء ولا لا؟ والجزئيه الثانيه متعلقه بالحضور الجماهيري في مركب محمد الخامس في كازابلانكا. شفنا دايما ان كانت في بعض البيانات من بعض الجماهير الرجاويه بتتكلم على ان الملعب او في بعض مدرجات الملعب محتاجه بعض الصيانه، فممكن ده يؤثر على الحضور الجماهيري في مباراه الاهلي. هل هيكون في حضور جماهيري كامل العدد في مباراه الاهلي في كازابلانكا يوم الجمعه 22 ابريل، ولا المدرجات في اماكن فيها بتحتاج صيانه فبالتالي العدد هيقل في لقاء الاهلي؟ بالنسبه لبعثه نادي الرجاء الرياضي، الطائره الخاصه هيكون فيها البعثه فقط، البعثه من اداريين ولاعبين والطاقم التقني. تمام. فيما يخص الجماهير فكنظن كاين جماهير متواجده في الديار المصريه. كان المشكل ديال الفيزا، لان كنظن بان خاص 15 يوما، فكنظن كان المشكل اللي كاين والعائق، لان المباريات والقرعه كانت متقاربه ما بين القرعه وما بين اجراء المقابله،
فكنظن بان الاجراءات ديال التاشيره غتكون عائق الحضور، ولكن سيكون هناك ان شاء الله بعض الجماهير المتواجده في الديار المصريه. فيما يخص لقاء العوده بالدار البيضاء فغير التصحيح والتصويب، الامر لا يتعلق بصيانه المدرجات، ولكن كان هناك بلاغ ديال الالترات فيما يخص طريقه الولوج، لان بعد جائحه كورونا وبعد كوفيد فكان واحد الشياق ديال الجماهير للرجوع للمدرجات، كان واحد الجماهير اللي كانت واحد النسبه اللي هي كثيره وكبيره، فكان سوء تنظيم وليس صيانه، سوء تنظيم، وكان احتجاج لان المشجع الرجاوي كنظن بان علاقه الجماهير بالفريق فهي علاقه وطيده وقويه وكبيره، كنظن بان في مقابله العوده ان شاء الله سيتم العدول على القرار والتشجيع، لان كنظن بان الشحن المعنوي والدافع قوي، واللاعب رقم واحد في نادي الرجاء الرياضي هذا بدون رياء هو جماهير نادي الرجاء الرياضي، فكنظن بان كاين هناك مجهودات لا من الاطراف لا من الجماهير على اساس ان يكون ملعب مركب محمد الخامس ممتلئا اخر ان شاء الله في مقابله العوده. تمام. طيب سؤال اخير استاذ عبد الاله، وهو بيتعلق بجماهير الرجاء المغربي، وفي الحقيقه من جماهير كبيره ومميزه، وشفنا في المباريات الاخيره حضورهم اكيد كان مؤثر بالنسبه للفريق الرجاوي، فبالتالي عايز اسالك على انطباعات الجماهير الخاصه بنادي الرجاء بعد ما القرعه اسفرت انها هتقابل النادي الاهلي في المرحله الحاليه من دور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، وهل كان في تفضيل ان المواجهه تكون في المباراه النهائيه مثلا زي بعض التصريحات اللي احنا سمعناها ولا لا؟ الشق الثاني من السؤال وهو بيتعلق بان هيبقى يعني ثلاث مواجهات في فتره تعتبر مش كبيره ما بين الاهلي والرجاء، الاهلي تفوق في المواجهه الاولى اللي كانت في السوبر الافريقي بقطر، فبالتالي المواجهتين دول بتشوفهم ازاي، وهل المواجهه الاولى هيكون ليها اثر على المواجهتين دول ولا لا؟ بالنسبه لي وصفه الابطال ودور ربع النهائي ما فيش مستويات، ما فيش فريق ضعيف وفريق متوسط وفريق كبير، فكنظن جميع الفرق المتاهله هي فرق قويه، وهي من يعتقد بان تفضل الفريق الاخر. بطبيعه الحال نادي الاهلي المصري بمرجعياته التاريخيه نحترمه ونقدره، لكننا لا نهابه، بطبيعه الحال لدينا مرجعيتنا ولدينا تاريخنا، فنادي الرجاء الرياضي كتعتبر فريق وطني الاكثر تتويج من الناحيه القاريه، وفيما يخص مقابله السوبر وتاثيره على مقابله ربع النهائي فكنظن اغلب الترشيحات كانت كتصب الفوز نادي الاهلي وبحصه عريضه، ولولا تشتيت تركيز لبعض المدافعين في الدقائق الاخيره مقابل السوبر لكن نادي الرجاء الرياضي هو البطل، فكنظن بان الفيصل والحكم هو الميدان، المقابله ما كتلعبش على الورق ولا عن طريق التاريخ ولا المعطيات، المقابله كتعتمد على تركيز ذهني وتركيز بدني، وكنظن ان كل المقومات ان شاء الله باش نمروا للمقابله في نصف النهائي، لان نادي الرجاء الرياضي وبالمواجهه التاريخيه ديالو فاخر النسخة اللي فازت فيها نادي الرجاء الرياضي فكنا لعبنا في دور المجموعات مع نادي الاهلي المصري، ومباشرة في المقابلة النهائية لعبنا في نصف النهائي مع نادي الاهلي المصري، كانت النتيجة ديال 1-0 مدينة الدار البيضاء، 1-1 بالقاهرة، وتأهلنا المقابلة النهائية اللي كنا فزنا باللقب على حساب نادي الترجي، فكنظن بأن هذا تاريخ، هذه معطيات، ولكن الفيصل الحكم هو الميدان، الفريق الاهلي عنده مقومات، عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، نادي الرجاء الرياضي عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، كنظن بأن المقابلة هي كتاب مفتوح بين الفريقين، وبأن التكهن فيها صعيب، وهي من يعتقد بأن كفة فريق على حساب الآخر. تمام. التكهنات هتبقى صعبة جدا. أستاذ عبد الإله إبراهيم المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق بالتأكيد، ونشوف مباراة يعني تليق باسم الفريقين الأهلي والرجاء، أكبر فريقين في المنطقة العربية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل مع ضيوفنا باقي التفاصيل والحوار المهم جدا والشيق تحديدا في النواحي الفنية عن مباراة الأهلي والمصري، ثم مباراة الأهلي والرجاء بعد تأجيل مباراة الأهلي وإسترن كومباكت. طيب قبل الفاصل وقبل المداخله كنا بنتكلم مع محمود شاكر على بيرسي تاو وتقييمه لمستوى اللاعب خلال المرحله الحاليه، ومنتظرين ايه من بيرسي تاو خلال الفتره اللي جايه، خصوصا في ظل ان المستوى بتاعه مش في التوب فورم زي ما ابتدى الموسم، مع وضع في الاعتبار ان كلنا ثقه في عوده اللاعب لمستواه، وده اللي بيشتغل عليه مستر بيتسو موسيماني. يا محمود
زي ما قلنا قبل كده، قلنا مدير الفني ايمانه باللعيب وايمانه بقدرات اللعيب اللي كان معاه قبل كده، في زي ما قلنا في جنوب افريقيا سان داونز، شفنا بيرسي تاو المباراه اللي فاتت كان يعتبر البرفورمانس بتاعه ما كانش افضل حاجه او ما كانش احسن واحد في ال11 لعيب، ورغم كده سابه 90 دقيقه عشان يجيب تاني وعشان يجيب مستواه رغم بالظبط رغم ضاعت ضربه الجزاء. بيرسي تاو لعيب مختلف عن اي لعيب في الدوري المصري. يمكن اللقطه بتاعت مباراه الاهلي والرجاء الجون اللي احنا جبناه في الدقيقه 89 لما بيرسي تاو عمل الفنت اللي عمله ده، كل الناس توقعت ان هو هيلعب كوره ولكن هو عمل الفنت دي، امكانيات لعيب كبير جدا. وزي ما قلنا هو انت جايب لعيب من الدوري الانجليزي، فاعتقد ان هو لازم موسيماني زي بالظبط ما هو كان بدا يدي ميكسوني وبدا يديله ثقه تاني، وبنشوف احنا ميكسوني كل ما بيشارك كل ما بيقدم حاجه، فبالظبط هو دي القصه دلوقتي ان انا لازم ارجع تاني لبيرسي تاو لمستواه، لان اللعيب هيفرق بشكل كبير جدا جدا ان هو لعيب امكانياته مختلفه عن كل ال11 لعيب او مختلف بشكل كبير عن السكواد كله بتاع النادي الاهلي. فمهم جدا 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 عوده بيرسي تاو لمستواه لان هو هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. يعني انت مش مع التشكيك في مستوى بيرسي؟ لا خالص، في ناس بتحاول تشكك يا محمد في مستوى اللاعب وانه صفقه مش ناجحه للنادي الاهلي، وان انت جايب لعيب من الدوري الانجليزي يعني. جايب لعيب من الدوري الانجليزي يعني انت بتتكلم دلوقتي الناس بتطمح ان هي تروح افضل دوري في العالم، انت جايب لعيب من الدوري الانجليزي للنادي الاهلي، واحنا كلنا شفنا مستواه قبل كده، ممكن يكون مستواه كان افضل من كده قبل ما يجي النادي الاهلي، ولكن احنا شفنا مستواه كان متميز جدا في بدايه الدوري رغم الاصابه، لعيب كبير جدا ورغم يعني الاجوان اللي جابها في الدوري، الجون بتاع مباراه المحله والجون بتاع مباراه الاسماعيلي، مباراه الاسماعيلي في بدايه الدوري قدم مباراه هايله، امكانياته مختلفه جدا وعنده حته عنده انسيابيه في جسمه وعنده الفنتات بيعملها بطريقه رهيبه. بالمناسبه ممكن الناس تكون ناسيه المعلومه دي ان بيرسي تاو لعب في الدوري البلجيكي لفرقتين كلوب بروج واندرلخت، وكان احد هدافي الدوري البلجيكي وكان ماشي بشكل مميز جدا. اذا هو زي ما احنا متفقين ان هو لعيب عنده امكانيات عظيمه، ممكن يكون بيصادف سوء توفيق، لكن الاساس زي ما قلنا في البدايه الاساس ان هو لاعب بكواليتي عاليه. بالتالي يا محمود يا سعيد عفوا عايزين نتكلم على مباراه الرجاء بقى. تمام. وكان معنا مداخله مهمه المتحدث الرسمي لنادي الرجاء. كيف ترى هذه المباراه؟ وهل الاهلي يقدر من خلال مواجهه صعبه زي دي ان هو يحسم من المباراه الاولى في القاهره، ولا لسه الامور صعبه هتحسب الماتش؟ شوف انا بقيم مباراه الرجاء او بشوف الرجاء صعوبه مواجهه الاهلي مع الرجاء انه متشابه الى حد كبير مع النادي الاهلي. متشابه الى حد كبير في نقاط كتير جدا، اولها الشخصيه. نادي الرجاء عنده شخصيه البطل طبعا. الحاله الجماهيريه اللي حواليه طوال الوقت دي بتبقى نقطه مهمه ومحوريه قوي قوي في مواجهات الحسم لما تقرب من البطوله. لما تخش في التفاصيل الفنيه بتلاقي نادي الرجاء المغربي زي ما قلنا على الاهلي هو فريق منظومه مش بالظبط كده تماما. الرجاء المغربي هو فريق منظومه بيعتمد على تكتيك حتى متشابه مع الاهلي في المرونه، القدره على التحول من طريقه لاخرى، يعني ما عندوش شكل ثابت. يعني زي ما موسيماني بيلعب 3 4 3 في اوقات، هو كذلك الرجاء في مباريات بيلعب 3 4 3 بيغير ل 4 4 1 1 و 4 4 2. ففريق مرن ما تتوقعش هو هيلعب بأي طريقه، وطول الوقت عنده قدره على التغير والتكيف حسب ظروف الخصم. لما تيجي تبص على الارقام الفرديه في بطوله دوري ابطال افريقيا مش هتلاقي ولا لاعب من الرجاء البيضاوي المغربي في اي ارقام، الاهداف الاسيست المحاولات على المرمى المراوغات، لكن لما تيجي تتكلم على التقييم العام لدور المجموعات بتلاقي نادي الرجاء بعد الترجي كافضل فريق وفق كل المواقع المتخصصه في الاحصائيات. فده بيقول لك انه فريق منظومه اقوى دفاع على فكره. نعم اقوى دفاع سان داونز والترجي والرجاء المغربي هم الثلاث فرق دول بس استقبلوا هدفين. ما استقبلش غير هدفين. هو الترجي وسان داونز وسان داونز وزي الترجي بالظبط. فده بيقول لك انه كمنظومه فريق قوي جدا. لما تيجي يا امير تتكلم بقى في التفاصيل الفنيه تقول الفرقه دي هتواجهك ازاي وايه خطرتها؟ انا لما شفت السبع اهداف اللي سجلوهم في المجموعه هو بيعتمد على فكرتين فقط. الفكره الاولى انه ازاي بيخلق مساحه بين قلبين الدفاع ويتحرك اي لاعب فيها، انت ما تتوقعش مين، عشان كده هو يا محمد ما عندوش لاعب عنده ارقام عاليه، هم كلهم بيسجلوا. يعني انت هتواجه دي ميزه طبعا هتواجه فرقه كلها عندها قدره على التسجيل، سواء حميده حداد او زريده او محسن متولي او الاثنين الافارقه كابونجا ومونجا اعتقد. الخمسه بيسجلوا، بيخلق المساحه في المنطقه دي بين قلبين الدفاع، بينطلق. يمكن دي كمان فكره بيعملها موسيماني طول الوقت مع قفشه، وده تشابه تاني او تشابه اخر ما بين الرجاء والاهلي. كمان الفكره التانيه اللي بيسجل بيها الكرات الثابته، هم مميزين جدا عندهم اطوال سواء المهاجمين او حتى المدافعين. الهدهودي واحد من المدافعين المميزين جدا جدا في الكرات العاليه. فبالتالي هو فريق منظومه، واكتر فريق يتعبك ويرهقك في الادوار دي وفي البطولات دي هي فرق المنظومه. يعني لك انت تخيل يا محمد ان
التمريرات المفتاحيه او صناعه الفرص اكتر خمس لاعبين عملوا في دور المجموعات بينهم اربعه في نادي الزمالك. اربع لاعبين من نادي الزمالك اللي هو ما قدرش يحقق اي فوز او اي انتصار وخارج من الدور الاول الافراد عنده اعلى صناعه فرص، فده مش مؤشر اعلى في صناعه الفرص، يعني الافراد بينتجوا لكن المنظومه الجماعيه مش المنظومه مش موجوده طبعا. فده بيقول لك ان الفرقه اللي عندها منظومه هي هترهقك اكتر، هتتعبك اكتر. التشابه الكبير اللي بينك وبين النادي الاهلي، بين الرجاء والنادي الاهلي، ده هيخلي المباراه صعبه جدا. فانا فعليا بشوف انها مباراه متكافئه، لكن رهاني طول الوقت على ايه؟ رهاني على ان الاهلي مع موسيماني تحت ضغط قوي جدا، ولا مره الاهلي دخل مباراه او بطوله وهو حواليه شكوك، حواليه انتقادات، حواليه تقليل وخزنة. خاصة مع موسيماني، موسيماني بارع جدا جدا في تطبيع الظروف ليه في اوقات زي ديت من ساعة ما جه، سواء في بدايته امام الوداد البيضاوي المغربي، ثم كل اللي احنا نعرفه فيما بعد، كل الزمالك في النهائي. فده بيخليني متفائل جدا ان موسيماني تحت الضغط ولما الشكوك بتحاصره بيعرف يتصرف كويس جدا جدا. وكمان انا بثق جدا ان احنا في مرحله تطور هتحصل، في لعيبه هتستعيد مستواها، في ناس هترتاح وهترجع بشكل اقوى. فده بيخليني ان شاء الله بشوف ان احنا قادرين نتخطى الرجاء، وباذن الله يعني نكون في المباراه النهائيه باذن الله. محمود، كلام سعيد مهم جدا في كل التفاصيل الخاصه بفريق الرجاء، لكن انا عندي سفيان رحيمي مش بن مالانجو مش محمد النهيري، احد الصفقات الجديده لفريق الرجاء، وكان لعيب باك رايت في الوداد ما بيعتمدش عليه رشيد الطوسي بنسبه كبيره، ومع ذلك لعيب مؤثر في بعض الفترات، لا هو بيلعب باك رايت ولا بيلعب باك ليفت، وبيحتاجه في ادوار جوكر بالنسبه للفريق. لكن تتكلم في العناصر الاساسيه اللي كانت في الفريق مشيت، ما حصلش تدعيمات بنفس القوه، ومع ذلك سعيد بيتكلم على ان الفريق جماعيا بيعمل نتائج كويسه، ارقامه في دور المجموعات مميزه جدا. هل ده نتيجه تغيير الجهاز الفني فوجود رشيد الطوسي هو اللي عامل الفارق، ولا المنظومه الجماعيه زي ما قال سعيد ان الفريق ده ايا كانت صفقات ايا كانت اللعيبه اللي موجوده هو ماشي في اطار معين، وده هنا بتاتي صعوبه مباراته مع الاهلي. خليني اكمل من كلام سعيد، ان نادي الرجاء صعوبه المباراه اي مباراه ما بين نادي الاهلي وما بين اي انديه من شمال افريقيا دايما بيبقى فيها الحساسيه اللي احنا عارفينها كلها بتاعت شمال افريقيا والتونس والمغرب والجزائر والانديه دي كلها. ولكن رشيد طوسي عامل فريق قوي جدا السنه دي مع الرجاء، رغم عدم مفيش تدعيمات قويه جدا، كان بيمر بازمه ماليه كبيره جدا، ورغم ان هو نجمهم الاول سفيان رحيمي الفرود القوي جدا 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 راح الامارات فرق معاهم بشكل كبير جدا. ولكن خلينا نتكلمك برضو زي ما انت بتقول على النهيري اللي جابوه من الوداد، الراجل ده اكتر واحد عامل سيت بيسز، هو متميز جدا في السيت بيسز في الكور الثابته، اكتر واحد عامل اسيست في نادي الرجاء السنه دي. طبعا غيابه هيأثر بشكل كبير جدا على نادي الرجاء خصوصا في المباراه الاولانيه، وده بالظبط ولازم نادي الاهلي يستغل حاجه زي كده. انا كنت اتمنى ان هو يغيب في مباراه العوده، لان احنا طبعا كلنا عارفين ان مباراه العوده فرق شمال افريقيا بتتميز دايما في حته الكور الثابته والكلام ده كله، يعني حتى بالذكر مباراه مصر والسنغال لو اول دقيقتين ثلاثه كانوا عدوا بدون كور ثابته كان ممكن يبقى في كلام تاني مختلف جدا للضغط، الضغط الرهيب بتاع جماهير الرجاء، جماهير مرعبه هي وجماهير الوداد اقوى، يعني يقدروا الجمهورين بان هم بيستخدموا كل انواع الاساليب التشجيع في كل حاجه في المدرجات، ما بيمنعوهمش من اي حاجه، وده بيمثل ضغط كبير جدا. ولكن نرجع نقول ان نادي الرجاء عنده طار مع النادي الاهلي، مع ان يعني كنا بنقول دلوقتي احنا عندنا طار مع الترجي كسبناه، وعندنا طار مع الرجاء وكسبناه، وعندنا طار مع الوداد وكسبنا الكلام ده كله. فطبعا مراره هزيمه نادي الرجاء من النادي الاهلي في المباراه بتاعه الدوحه في كاس السوبر طبعا عشان الكلام يبقى في اطار كوره يعني صعوبه هزيمه ومراره مباراه الرجاء بعد ما الناس كانت بتحتفل خلاص في اخر دقيقه، وشفنا لسه بنتكلم على جون بيرس ده وطاهر محمد طاهر، هيصعب المباراه بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. المباراه مش هتخلص هنا، المباراه يعني لازم ليها شقين طبعا، الشق الاولاني في القاهره والشق الثاني في المغرب. لازم النادي الاهلي هنا يقدر على قد ما يقدر ان هو يقدر يكسب، وبدون دخول اي جون في مرمى هيفرق بشكل كتير جدا. وفي مباراه العوده طبعا ليها حسابات تانية، ولكن بمرور اول فتره اول ربع ساعه ثلث ساعه بامتصاص الجماهير المباراه تتحول لمباراه عاديه جدا، زي شفت السنه اللي فاتت مباراه الاهلي والترجي كانت جمهور الترجي ضاغط بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، ولكن بمرور اول ثلث ساعه نص ساعه النادي الاهلي مسك زمام المباراه وقدرنا نكسب الترجي رايح جاي، خصوصا عملنا مباراه هايله في رودس. فمباراه مش هتبقى سهله على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي زي ما بنقول السنه اللي فاتت النادي الاهلي برضو كان في تشكيك بعد هزيمه مباراه سيمبا التنزاني، وناس بتتكلم موسيماني في حظ كبير جدا وخد بطوله افريقيا اللي قبلها بحظ كبير جدا، وجي بس لعب السيمي فاينل والفاينل وخلاص الماتش، وهو بس كان عنده حظ كبير جدا. ولكن شفنا رحنا لعبنا سان داونز، قدرنا نتخطى سان داونز، قدرنا نتخطى الترجي. فالنادي الاهلي هو كابوس لاي فريق في افريقيا في الادوار الاقصائيه. هو في عمل مشترك تاني بالمناسبه، يعني هو ان السنه اللي فاتت مثلا
الترجي كان في مجموعة الزمالك فاز على الزمالك ذهابا وإياب. السنة دي الرجاء كان في مجموعة الزمالك فاز عليه ذهابا وإياب. فدي حاجة. الوداد. الوداد. لا الوداد. أنا بتكلم على الرجاء. الوداد هو اللي صح. الوداد السنة دي هو اللي كان مع الزمالك. يبقى خرجت أوت. لكن في كل الأحوال في كل الأحوال ان شاء الله يبقى ان شاء الله الاهلي يكون موفق من خلال مباراه الرجاء. لكن الفكره باظت طلعت اول. انا كنت متكلم من الرجاء. لكن في كل الاحوال ان شاء الله نقدر نتخطى الرجاء, نقدر نعدي هذه المباراه. وفي جزئيه مهمه كان اتكلم فيها سعيد من شويه, وهي بتتعلق بايه؟ بتتعلق بتعدد طرق اللعب بالنسبه لموسيماني. طيب قبل ما اسالك السؤال ده هنطلع فاصل سريع, بعد الفاصل نرجع نتكلم على تعدد طرق اللعب بالنسبه للموسيماني, هل هي ميزه ولا عيب, لان البعض بينتقد الجزئيه دي. الفاصل ونرجع مره ثانيه. طيب لسه مكملين وكلامنا كان مع سعيد علي على جزئيه تنوع طرق اللعب بالنسبه لموسيماني, وبعد ما الفكره طلعت اوت بتاعت ان الرجاء هو اللي كان مع الزمالك في المجموعه طلع الوداد. لكن في كل الاحوال هو فريق مغربي صحيح, فبالتالي خلينا ناخد اي حاجه تدعو للتفاؤل ان شاء الله الاهلي يكون موفق. فبالتالي بتشوف فكره تنوع طرق اللعب بالنسبه لموسيماني, هل هي حاجه ايجابيه بتشتت المنافس اللي بيجي يحاول يذاكر النادي الاهلي, الاهلي هيلعب بانهي طريقه, ولا حاجه سلبيه؟ لان البعض من المحللين بيتكلموا على الجزئيه دي بشكل سلبي, يعني الراجل ما عندوش طريقه ثابته بيلعب بيها, فشويه يلعب 3 4 3 شويه 4 2 3 1 شويه 4 3 3. فرايك ايه في الجزئيه؟ شوف, القدره على ان انت يبقى عندك التنوع طول الوقت هي ميزه عظيمه جدا. يعني مثلا في الكلاسيكو الاخير تشافي قال ان قبل المباراه كان عنده حسبه, لما شاف تشكيل ريال مدريد بدري اعلن عنه انشيلوتي بدري تقريبا ساعتين ونص 3 ساعات, قال قررت ان انا اعدل والعب بثلاث مدافعين. فبالتالي ان انت تبقى عندك المرونه دي انك تتحول من طريقه لاخرى بحسب ظروف الخصم, دي ميزه كبيره جدا جدا, وكان ليها عامل مهم في الكلاسيكو في نتيجه الكلاسيكو زي ما تشافي شرح. فبالتالي احنا كنادي اهلي وانت مقبل على ادوار حاسمه, يمكن ده حصل الموسم الماضي لما بتدرس الخصم, دي واحده من اهم مميزات موسيماني انه بيغرق في التفاصيل, بيتعمق بشكل كبير جدا, يحدد نقاط القوه والضعف, فبالتالي بيتوصل. يعني مثلا انا شرحت نقطة من نقاط القوة عند الرجاء انه بيبحث عن المساحة بين لاعبين الدفاع وعنده لا مركزية في الثلاثي الهجومي او اللاعبين المهمين اللي بيتحركوا, فأي لاعب طول الوقت تلاقيه خد التحرك القطري وخد المساحة وبيدور على الكرة في المساحة. فلما انت بتغير طريقة اللعب الثلاثة, حمدي فتحي بيلعب بالاثنين قلبين الدفاع, بتعمل العمق الدفاعي, فانت هنا بتبسط أهم فكرة للخصم. فلما يكون عندك الميزة دي ان انت بتتحول من طريقة لتانية, يمكن انتقدنا موسيماني كتير, وانا واحد من الناس الحقيقة اللي كنت بنتقد التحول كتير, لكن التحول الكتير ده ثماره بتؤتى او تقدر تجنيها في هذا التوقيت وانت مقبل على ادوار مهمه زي دي. انت عندك القدره على التكيف مع الرجاء, عندك القدره على التكيف مع الترجي بعد شويه لو قررت تحول في طريقه اللعب, عندك القدره انك تلعب في الذهاب بشكل وفي الاياب بشكل, عندك القدره انك تقسم المباراه على جزئيات عكس منتخب مصر اللي احنا شفناه قدام السنغال طوال ال 120 دقيقه مصمم على نفس الشكل على نفس الطريقه على نفس الادوار الوظيفيه للاعبين. ويمكن ده دي واحده من العيوب اللي احنا في الاخر خسرنا بسببها. يعني كان اليو سيسي طوال الوقت عمال يغير, يعني في القرار لعب بشكل, في الاياب راح حول ماني لراس حربة تاني, بعدين عدل تعديلات جوه المباراه. التعديلات الكتير دي دايما ميزه انا بشوفها شيء عظيم جدا للمسلمين, ان هو اصبح حاليا قادر على انه يلعب بكل طرق اللعب, عنده مرونه تكتيكيه, قادر يلعب. وكمان انا بشوف المباراه الاخيره لما حاول احمد عبد القادر نص الملعب فكره عظيمه جدا. ممكن انا بقول دايما وبقرر ده ان الكره المصريه لن ترتقي الا اذا اصبح لاعبي الوسط بمواصفات احمد عبد القادر, بمواصفات ابراهيم عادل, بمواصفات اللاعبين اللي عندهم القدره على الابتكار. لو فضلنا بنلعب بموظفين بيقوموا نفس الادوار الوظيفيه ان هم بيدافعوا ويسلموا ويستلموا بس, ما عندهمش قدره على خلق حلول ابداعيه, هتظل الكره المصريه. فانا بشوف ان ده ممكن يحصل مع الاهلي, ولاعيبي النادي الاهلي قادرين يعملوا التحول ده, وموسيماني قادر يعمل التحول ده. وموسيماني طول الوقت بس عرضه للضغوط والنتائج, زي ما قال ان انت في النادي الاهلي ما ينفعش تخسر مباراه. فاعتقد ان شاء الله مع بعض الوقت وبعد تحقيق البطوله الثالثه دي اعتقد هيبقى عنده المساحه الحقيقيه. خلينا نقول دلوقتي انا بغير طريقه اللعب بناء عليه, بناء على انا دلوقتي مثلا بلعب هوم ولا اوي, بلعب بره ولا جوه ارضي. انا دلوقتي مثلا هروح العب بره ارضي مثلا في مباراه الرجاء دي, انا عاوز اعدي اول نص ساعه او اول ثلث ساعه بدون دخول مرماي اي هدف, فانا ممكن انزل العب بطريقتي 3 4 3 واملى الناس في وسط الملعب, او العب 4 3 3 واعتمد على الترانزيشنز على التحولات باستخدام مثلا سرعه ديانج في التحول من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي بالدريبل السريع اللي ما فيش حد بيقدر يجري في افريقيا في الحته دي.
فهي بناء على انا عاوز ايه من المباراه وبناء على الخصم اللي قدامي. يعني احنا شفنا موسيماني قعد فتره كبيره جدا من اول السيزون بيلعب يا 3 4 3 بيلعب 4 3 3، ولكن شفناه اخر مباراتين يعني مثلا في المباراه الاخرانيه كان لعب 4 2 3 1 طريقته عادي معتاده جدا، ان هو بيلعب ديانج وحمدي فتحي في وسط الملعب او ديانج والسوليه وبيلعب قدامهم قفشه بيقوم بدور صناعه اللعب او احمد عبد القادر، عشان هو خلاص هو بيلعب فريق عارف ان هو يبقى فيه تكتل، فانا عاوز امسك كوره اكتر، الفريق اللي قدامي يلعب لو بلوك فانا عاوز امسك كوره اعمل التحولات اعمل عفوا التمريرات يمين وشمال واقدر ان انا اخترق من العمق او اخترق عن طريق ان انا بطير علي معلول او بطير كريم فؤاد. كابتن عماد النحاس في الماتشات اللي لعبوا فيها قبل كده مع المقاولين بالظبط كده اتصرف بالطريقه، بس ما حدش يفهمني ان موسيماني لما يروح يلعب الرجاء المغربي يلعب 4 2 3 1، لا طبعا مش يلعب 4 2 3 1، يلعب 4 3 3 يلعب 3 4 3، ان هو هيبقى عاوز يعمل لا وارد جدا اكيد كل شيء وارد مش متوقع في المغرب بيتفوقوا جدا لا مش صعب تتوقع موسيماني ابدا اكيد بس انا بتكلم هو بناء على انا عاوز ايه من المباراه. انا عاوز من المباراه دي ان انا مثلا انا كسبان 2-0 في مصر مثلا، عاوز اروح هناك فعاوز اقفل واضيق المساحات واعدي اول فتره زي ما شفنا مثلا المباراه السنه اللي فاتت كان الاعتماد اكبر على محمد شريف في التحولات. محمد شريف قدر يقدر يعني شفنا محمد شريف في مباراه الترجي كان بياخد الكره انفراد من نص الملعب، المساحات كانت كبيره جدا لان هم كانوا فاتحين ملعب. ف هي طبعا زي ما قلنا بناء على الفريق اللي قدامي وبناء على انا عاوز ايه من المباراه. اكيد اكيد. طيب احنا طبعا وقتنا للاسف جري معاكم بسرعه امير، طبعا انا بشكرك، بشكر كابتن سعيد علي الناقد الرياضي بالدستور، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. وعلى فكره محمود يا جماعه كان لعيب كبير جدا في انبي لكن يعني في التحليل الرياضي ان شاء الله في السكاوتنج هيبقى ليه مستقبل كبير باذن الله. شكرا جزيلا ليكم ورمضان كريم وكل التوفيق يا رب للاهلي بكره في مباراه المصري ان هي تكون اخر مباراه محليه قبل بقى المعمعه الافريقيه لقاء الرجاء الذهاب والاياب. شكرا جزيلا، هتفرق ان شاء الله بشكل كبير. نورتونا وشرفتونا. شكرا جزيلا لحضراتكم. بالتاكيد وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الاهلي في رمضان، كل يوم جمعه انتظرونا، وبالتاكيد على مدار الاسبوع كل الزملاء معاكم يوميا متابعه حيه لكل مباريات الاهلي الافريقيه والمحليه وكمان الاحداث الرياضيه في المقر الرئيسي في الجزيره والفروع المختلفه طوال شهر رمضان الكريم. في الختام بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الجمعه القادم ان شاء الله، وحديث بقى ليله مباراه الاهلي والرجاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا.